قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للإمام هل يجهر بقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة أم لا؟ سمعتم هذا، أن عائشة تقول كان يفتتح الصلاة بالحمد بالتكبير، يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، افتتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، دل على أنه لا يجهر بالبسملة. والحديث الآخر قل صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهذا يدل على أنه لا يشرع الجهر بالبسملة. نعم.